Valuables are like fingerprints, nobody's are the same, but you leave them all over everything you do. انشئ سبب لوجودك، انطي قيمة لنفسك، اتعامل مع الحياة كأنه انت شخص مهم في هذه الحياة، لم يخلق عبثا، وبالفعل انت شخص مهم. لا تستقل عن الكون او يكون مالك دور بالحياة او تمشي على هامش الحياة. طبعا اختلاف الناس هو باختلاف مصدر هذه القيمة، بعض الناس يجد قيمته بشكله، بعض الناس يجد قيمته في ملابسه، بعض الناس يجد قيمته في ثناء الناس عليه، بعض الناس يجد قيمته في مركز الوظيفي. كل واحد من عندنا عدة مصادر يحس نفسه بسببها إلى قيمة. لما تعرف مصدر قيمتك راح تعرف أنت متعلق بشنو. ومن أهم أسباب السلام النفسي إنه الواحد يقلل من تعلقه بالأشياء والناس. وبما أن الإنسان طبيعي يحتاج أن يجعل لنفسه قيمة، اليوم من أكثر الأشياء اللي تجلب لي قيمة أني أقلع عن ذنب معين أو أحسن من عيب معين أو أبدأ عادة حسنة جيدة في حياتي، وصرت أشعر بهذه القيمة بغض النظر الناس عرفت عن اللي سويته أو ما عرفت. يعني أصبح مصدر القيمة داخلي وليس خارجي، وهذا مبدأ جدا مهم. فلازم الواحد يحاول أن تكون كل المصادر اللي تجلب له قيمة مصادر داخلية تحت سيطرته وليس مصادر خارجية بيد الناس، لأنه إذا قيمتك بيد غيرك هذه مشكلة. الواحد سيعيش تحت رحمة الآخرين، وهذه حياة قمة الاضطراب النفسي. فإذا الواحد موبايله الجديد انكسر الضايق، وإذا سيارته اندعمت اكتئب، وإذا لم يحصل على ثناء الناس حزن. هذه معادلة للاضطراب النفسي. حاول انه تجد قيمتك لما تكون صادق فتشعر بقيمة صدقك، لما تكون مخلص، لما تكون امين. طبعا الانسان عبر السنين يمر بمصادر قيمة كثيرة، احيانا ثناء الناس والمتابعين، اهتمام بالمال. كل ما تجد نفسك متعلق بقيمة خارجية راح تشوف نفسك تعبان نفسيا وغير مرتاح وبعيد جدا عن السلام الداخلي. لازم تكون وحدة من اهدافك انه تقلل من هذا التعلق وتحول القيم هذه الى قيم اخرى مرتبطة بالمبادئ.